بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فإني أحمد الله تبارك وتعالى أن وفقني وأن التقيت بإخوة لي مرة أخرى على مائدة العلم وعلى مائدة التفقه في دين الله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم التوفيق الذي أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لذلك، وأسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يرزقنا النية الصالحة في ذلك، وأن يجعل جميع أعمالنا وأقوالنا ظاهرها وباطنها خالصة لوجهه الكريم. وما زلنا في موضوع العقيدة، قد تقدم بحمد الله تبارك وتعالى وتباحثنا جميعا في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتم لنا ذلك بفضل الله عز وجل وإعانته. واليوم أو في هذه الليلة أبدأ معكم بكتاب آخر، وهو من الكتب المميزة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ألا وهي العقيدة الوسطية. العقيدة الوسطية التي هي من تأليف شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، الذي توفي رحمه الله في سنة 28 و700 للهجرة. هذا الإمام المبجل والعالم الفذ الذي ملأ الدنيا علما ودفاعا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وتصدى لكل بدعة ولأهلها وأصحابها على شتى فرقهم ونحلهم، وبذل وقته وجهده وتعرض لذلك لأنواع الأذى، فسجن رحمه الله عدة مرات وأوذي واتهم في دينه، وصبر على ذلك رحمه الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا وعن المسلمين جميعا جزاء عظيما، وأن يجمعنا به في جنة النعيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الشيخ ابن باز غفر الله له، يقول: لم يأتي بعد ابن تيمية مثله، فلم يأتي بعد ابن تيمية مثله في العلم والجهاد والصبر والتحمل. وقد سمعت الشيخ الألباني رحمه الله في مقطع مسجل يقول أن الذي لا يقرأ كتب ابن تيمية وابن القيم فإنه يضل. هذا كلام عظيم من عالم أدرك عظم حاجة الناس للنظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا في كتب تلميذه ابن القيم، إذ أنهم فهموا ما كان عليه السلف الصالح فهما واضحا بينا صحيحا، ولخصوه بعبارات يحتاجها كل مسلم، وأيضا قاموا بالذب عنه ورد جميع شبهات الذين يخالفون ذلك أو تلك العقيدة العظيمة والمنهج الصافي، عقيدة السلف ومنهجهم. فلذلك لا غنى لطالب علم عن النظر في كتب شيخ الإسلام وأيضا في النظر كتب
تلميذه ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. العقيدة الواسطية هي كتاب ألفه شيخ الإسلام رحمه الله لرجل من علماء واسط، وهي في العراق كانت، ويقولون أنها الآن لا يوجد لها شيء، يعني لا يوجد لها أثر، وهو من علماء الشافعية رضي الدين الواسطي. سأل شيخ الإسلام أن يكتب له كتابا في العقيدة، فكتب له شيخ الإسلام في جلسة واحدة بعد العصر هذه العقيدة العظيمة، عقيدة الواسطية. وهذه العقيدة الواسطية قد اشتملت على أصول الدين وأصول الإيمان، وهذه العقيدة لها مميزات وخصائص إن شاء الله أذكرها في المقطع القادم. هذه العقيدة هي عقيدة جامعة في بيان عقيدة السلف أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقضاء والقدر وما يتبع ذلك من بعض المسائل الأخرى كمسألة الصحابة والخلافة، وأيضا ما يكمل ذلك ويتممه من أمور متعلقة بالأخلاق وحسن العبادة والسير إلى الله تبارك وتعالى. فجاءت هذه العقيدة عقيدة جامعة، ولذلك العقيدة الواسطية إخواني تتميز بأمور. من هذه الأمور أنها عقيدة جامعة لمسائل الاعتقاد وأصوله، وخاصة المسائل التي وقع فيها الخلاف كما سيأتي معنا. والأمر الثاني أن هذه العقيدة العظيمة كتبت بلسان الشرع وبألفاظ الشريعة في مسائلها، فشيخ الإسلام رحمه الله تجنب الألفاظ التي تحتمل عدة معاني فتقيد بالألفاظ الشرعية. وأيضا الأمر الثالث أن هذه العقيدة جاءت على سبيل التقرير والإيضاح والتأسيس، فلم تأتي على سبيل الرد، وإنما جاءت على سبيل تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة وأخذ ذلك من الكتاب والسنة وإجماع السلف. وأيضا مما تتميز به هذه العقيدة أنها جاءت في وقت متأخر في القرن الثامن، وهذا له فائدة، هذا له فائدة، إذ أنها جاءت بعد استقراء مقالات الطوائف المنتسبة للإسلام، فحقق شيخ الإسلام فيها مذهب السلف تحقيقا بالغا مبنيا على الكتاب والسنة وفهمهم. فإذن هذه الخصائص التي تتميز بها العقيدة جعلت أهل العلم يعتنون بها عناية عظيمة حتى تفننوا في التأليف فيه عليها، فتلك المؤلفات على هذه العقيدة عقيدة الواسطية جاءت متنوعة وكثيرة جدا، ما بين مختصر وما بين مسهب وما بين متوسط،
ومن ذلك يعني من تلك التي جاءت يعني في التعليقات على الواسطية وهو من الشروح النافعة، وإن كانت حروفه قليلة إلا أنها نافعة وماتعة، التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة. وهذه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وأيضا الروضة الندية، شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد ابن فياض رحمه الله تعالى، وشرحه إخواني يعد من الشروح المميزة الواسعة، وأيضا من الشروح المهمة جدا التي ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا به التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية. وهذا الكتاب قد أشاد به الشيخ صالح آل الشيخ إشادة عظيمة جدا، وهو للشيخ عبد العزيز الرشيد، فقد اعتنى به عناية فائقة وأكثر من النقول عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم. وأيضا من الشروح الممتعة شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، فهذا الشرح ليس بالطويل ولم يكثر فيه يعني أو لم يعني لم يكثر من النقول، وإنما راعى رحمه الله التعليق المبسط والزبدة التي تتعلق بالموضوع الذي يتكلم عليه. وأيضا من الشروح شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، هذا الشرح العظيم الكبير الذي أسهب فيه الشيخ رحمه الله يعني إسهابا عظيما، فبسط هذه العقيدة وأوضحها يعني غاية الوضوح. وأيضا من الشروح على السريع شرح الشيخ صالح الفوزان، وأيضا الكواشف الجلية للشيخ عبد العزيز السلمان، وهو أيضا من الشروح النافعة الموسعة، وهو شرح كبير لا يستغني عنه طالب العلم، وغيرها من الكتب المتعلقة أو الكتب التي أو من الشروح الكثيرة التي تعلقت بهذا الكتاب. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمنا الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. ابتدأ المصنف رحمنا الله وإياه كتابه بالبسملة، وهذه الابتداء اقتداء بكتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته وفي رسائله التي كان يرسلها إلى من يدعوهم إلى الإسلام. ثم حمد الله تبارك وتعالى فقال: الحمد لله. والحمد هو ذكر محاسن المحمود، ذكر محاسن المحمود على ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. ويقول ابن القيم رحمنا الله وإياه: قال: الحمد هو إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله. والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده بما أعطاهم وأكرمهم وأنعم عليهم من هذه النعم، وهذا يسمى الشكر،
والنوع الثاني حمد لما يستحقه سبحانه وتعالى لنفسه، وذلك لما وصف به نفسه سبحانه وتعالى من صفات العلا وصفات الكمال والجلال له جل وعلا، فهو مستحق لهذا الحمد والثناء والتعظيم والمحبة والإجلال جل جلاله. والحمد الأل فيها هنا هي للاستغراق، استغراق جميع أفراد الحمد، وهي كما قلت لكم أنها تفيد الإخبار بمحاسن الله تبارك، محاسن المحمود سبحانه وتعالى، مقرونة بحبه وتعظيمه. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: الحمد لله، وهذا لفظ الجلالة الله، لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، ولا يسمى به أحد سواه، وهو معناه هو المألوه سبحانه وتعالى والمعبود، فهو الإله الحق الذي تألهه القلوب، يعني تعبده، وهو مستحق لهذه الألوهية سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: الذي أرسل رسوله. هنا لفظ الذي أرسل رسوله هذا مما يحمد الله تبارك وتعالى، حينما قلت الحمد لله الذي أرسل رسوله، أي مما يحمد الله تبارك وتعالى عليه أنه أرسل الرسول، وذلك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويبصرهم بالحق، وأيضا ليدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فهذا مما يحمد الله تبارك وتعالى. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ثم قال الشيخ رحمه الله: قال: ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله، أي ليكون عاليا مرتفعا على سائر الأديان النصرانية واليهودية وغيرها من جميع الأديان، منصورا عليهم بأمرين: بالحجة والبرهان، أي العلم الدليل، وأيضا منصور بالسيف والسنان. قال: ليظهره على الدين كله. وهذا فيه بيان أن هذه النعمة التي هي نعمة الدين لا تتم إلا بأمرين: الأمر الأول بالسعي لنشره، نشر هذا الدين والدعوة إليه، والثاني أن حمايته من كل دخيل وممن يسعى في عيبه ومحاربته. وهذه بعبارة إخواني مختصرة، هذه التي كان يعبر عنها الشيخ الألباني رحمه الله بالتربية والتصفية: التربية على هذا الدين والتمسك به والدعوة إليه ونشره وتعلمه وتعليمه، والتصفية هي حمايته مما يدخل فيه، وكذلك حمايته ممن يريد أن يشوهه ويكدر صفوه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن المهاجرين: قال: وينصرون الله ورسوله. وقال أيضا تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصره. ثم قال رحمه الله: وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله مصدقا لرسالتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سينصرك ويظهر هذا الدين. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف مصدقا ومعتقدا أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. قال: وأشهد أن لا إله، أي لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. وهذا
الذي هو أنه لا معبود حق إلا الله قد مر معنا بيانه يعني بيانا كاملا بما كتبه الشيخ الإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد. فمن لم يحضر شرح كتاب التوحيد عليه أن يرجع لتلك الدروس المسجلة أو إلى أي شرح لأهل العلم الفضلاء الأجلاء أو ما هو مسجل من شروح طلاب العلم. ثم قال: إقرارا به وتوحيدا، أي بمعنى أني أعلن وأخبر عن اعتقادي وعلمي أن الله هو المعبود الحق سبحانه وتعالى. ثم قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهنا الشيخ رحمه الله ذكر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فعبر الشيخ هنا بما جاء في السنة بأنه أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه العبودية هي عبودية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبودية قد مر معنا في شرح كتاب التوحيد أنها نوعان: عبودية عامة وعبودية خاصة. أما العامة فهي تشمل الخلق كلهم، وهي كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه عبودية ربوبية، وأن الله يملكهم وأن الله مالكهم وخالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى. والنوع الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية للمؤمنين الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي الذين آمنوا بالله وعبدوا الله وحده لا شريك له وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله رحمه الله ورسوله، هذا رد على الذين رد على الذين قال: وأشهد أن محمدا عبده، عفوا عبده، رد على الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وجوزوا الاستعانة به والاستغاثة به عليه الصلاة والسلام، وهم أهل الإفراط والغلو. وثم قال رحمه الله: عبده ورسوله. ورسوله هذا رد على من؟ رد على الذين أعرضوا عن سنته فلم يتبعوه، فوقعوا في التفريط بترك متابعته وعدم الرضا بسنته، وأخذوا يتبعون القوانين الباطلة الأعراف أو ما يأخذونه من عقولهم أو من غيرهم من أهل الديانات الأخرى. فهم في الحقيقة لم يشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من عند الله، فهؤلاء يعني لم يوفقوا إلى 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 الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وإلى اتباعه والعمل بشريعته عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: صلى الله ورسوله، صلى الله عليه، صلى الله عليه، والصلاة من الله كما تعلمون، كما جاء في قول أبي العالية: هي ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى. وقيل أقوال أخرى، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، ذكر تلك الأقوال وتكلم عليها بكلام موسع، فمن أراد الفائدة أو في كتابه أيضا بدائع الفوائد يرجع إليه سيستفيد بإذن الله عز وجل. قال: وعلى آله. وآله هم يعني قيل أنهم أزواجه وذريته، وقيل هم أتباعه، ولكن الآل إذا جمعت مع الأصحاب فإنه يكون المراد بها أزواجه وذريته عليه الصلاة والسلام، أزواجه وذريته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أهل بيته، أهل بيته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وأصحابه. وأصحابه هم الذين آمنوا به
وصدقوه واتبعوه عليه الصلاة والسلام، فكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة فإنه يكون صحابيا، يكون صحابيا، إلا أن الصحابة يتفاضلون بطول الصحبة وبقصر الصحبة، فهذا مما يتميز به من لازم النبي صلى الله عليه وسلم عمن رآه مرة واحدة ثم رحل بعد ذلك. ثم قال: وسلم تسليما مزيدا. وهذا جمع فيه الشيخ رحمه الله بين ما جاء في بين جمع فيه كما في قوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهنا تسليما إما أن يكون بمعنى السلام تسليما، سلم تسليما أي بمعنى التحية، أو بمعنى السلامة من النقائص والعيوب ومن كل مكروه. ومعلوم أن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في معنى هذا الاسم قال: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. ثم قال رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فقوله رحمه الله أما بعد، فهذه العبارة قد جاءت بها السنة، وقد بوب لها البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. أما بعد، وهذه الكلمة تأتي للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ويكون المعنى مهما يكن من شيء بعد، أو أما بعد ما تقدم من حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكذا وكذا وكذا، ثم يذكر ما يريد ذكره. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. وهذا فيه إشارة إلى عن الكتاب الذي ألفه، إلى الكتاب الذي ألفه، هذا الكتاب الذي نحن نقرأه ونستفيد منه، إشارة إليه. قال: اعتقاد، والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة، إذا اتخذه عقيدة، وهو مأخوذ من العقد كعقد الحبل أو عقد الأصابع على ما تمسك به أو تشد عليه. وسمي الاعتقاد بهذا الاسم لأن القلوب تعقد عليه وتدين به وتلتزمه، وتلتزمه، وهو يكون في الغالب اعتقاد بالقلب وعمل أيضا بالجوارح، وأيضا عمل بالجوارح. ثم قال رحمه الله: طبعا هذه العقيدة، هذا اعتقاد، هذا الاعتقاد هو كما ذكر الشيخ رحمه الله في مناظرة الواسطية، هو ما كان مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ومن اتبعه، وهم الفرقة الناجية. ولذلك قال: اعتقاد الفرقة الناجية. والفرقة الناجية هي التي تنجو عند هلاك الناس، عند هلاك الناس. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك هذا الذي جعل الشيخ يقول أن هذا الاعتقاد هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وعمن تبعهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وهنا ملاحظة نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله في مناظرة الواسطية، أنه حينما قال الفرقة الناجية أنهم اعترضوا عليه وقالوا له: إذن أنت تحكم على كل من خالفك بالهلاك، على كل من خالفك بالهلاك. فقال لهم رحمه الله: ليس كل من خالف في شيء من هذه العقيدة يجب أن يكون هالك. قال: فإن المنازع
يعني الذي ينازع في هذه العقيدة، ثم ذكر أصنافهم. قال: إما أن يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، أو قد لا يكون قد بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به الحجة، أي على صحة هذه العقيدة، لم يبلغه من العلم والبرهان مما يدل على أن هذه هي العقيدة الحقة وهي التي يجب عليه أن يتبعها. وأيضا قال: وقد يكون له من الحسنات ما يمحو سيئاته. فإذا هذه العقيدة من اعتقدها نجا، من اعتقدها نجا، وأما من اعتقد ضدها فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، بحسب إيش ما ذكر الشيخ من الأسباب التي يعني تكون سببا في منع الإنسان في دخوله في الهلاك. ولكن المهم عندنا هو أن نعلم أن من تمسك بهذه العقيدة نجا بأمر الله تبارك وتعالى، لأنه قد تمسك بالحق الذي أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة. فأي خير يكون بعد ذلك فأي خير يكون في غير هذا؟ لا شك أن الخير كله في هذه العقيدة وفي هذا المنهج الذي سار عليه سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم. ثم قال: المنصورة. قال إيش؟ المنصورة، أي بمعنى أنها ظاهرة ومنصورة، منصورة بإذن الله تبارك وتعالى بالعلم والبرهان والدليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، قال: حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. والمقصود حتى تقوم الساعة أي موتهم، أي موتهم، موت أهل السنة والجماعة، هؤلاء الذين تمسكوا بالحق، فإن موت كل إنسان قيامته، تقوم قيامته هو. ثم قال: من هم هؤلاء الطائفة المنصورة؟ الناجية والمنصورة وصفان، وصفان لشيء واحد، وصفان لشيء واحد، وهم من؟ أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية، وأما من فرق بينهما فلا دليل عنده ولا برهان، بل قد وقع وخالف ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. فهذه هي أقوال أهل العلم مسطرة مدونة، كلها تشهد بأن المراد بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنهم طائفة واحدة وهم للسنة والجماعة. قال: أهل السنة، أي سموا بأهل السنة، وذلك لعنايتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة وتدريسا وفهما وعلما ودعوة وذبا عنها وتمسكا بها، فهم أخص الناس بهذا الوصف لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم منتسبون إلى السنة على الحقيقة ظاهرا وباطنا، وليس لهم اسم إلا هذا الاسم. ثم قال: والجماعة، وسموا بالجماعة وذلك لاجتماعهم وتآلفهم ومحاربتهم للفرقة، وأما أولئك فسموا أهل البدعة، أهل بدعة وفرقة، فالبدع تحملهم في كل واد يهيمون، وهم مفترقون، يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويختلفون فيما بينهم. ومن نظر في كتب الفرق وجد أنه أن كل جماعة وكل كل جماعة وفرقة خرجت عن طريق أهل السنة أنهم ينقسمون ويتفرعون إلى فرق كثيرة، وهذه الفرق يعود بعضهم على بعض بالتكفير والتفسيق والتبديع. ثم ذكر رحمه الله، قال: وهو الإيمان، أي أن هذه العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وجميع هذه الأصول سيأتي لها لكل واحد منها باب مستقل، لكل واحد منها باب مستقل يتعلق فيه،
ولذلك ستأتي ساقها هنا على سبيل الإجمال ثم سيأتي التفصيل. وهذا يحملنا على أن الإيمان منه ما هو على وجه الإجمال ومنه ما على وجه التفصيل. الإجمال أن تؤمن بكل ما ذكر الله عز وجل عن نفسه من صفات وأسماء إيمانا مجملا، تصدق بذلك كله وتقر به، وكذلك عن ملائكته وكتبه ورسله وعن البعث وعن الإيمان بالقدر، هذا يسمى إيمان مجمل. وأما الإيمان المفصل فهو التفصيل في ذلك كله من أسماء الله الرحيم الرحمن الكريم العظيم، كذلك أن الملائكة فيهم جبرائيل وفيهم ميكائيل وإسرافيل، والكتب فيها القرآن والتوراة والزبور والإنجيل والرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وداود وسليمان، هذا يسمى إيمان مفصل، يسمى إيمان مفصل. وهذا يكون بالعلم والنظر في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما سطره أهل السنة والجماعة. ثم قال والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت. وهذا يا إخواني الشيخ رحمه الله عبر بهذه العبارة بأن قال والبعث بعد الموت، سبحان الله، ترى فيها يعني فيها نكتة لطيفة جدا، إذ أنه لم يقل والإيمان باليوم الآخر، وإنما قال البعث بعد الموت، وذلك لوجود أناس هم من أهل الإسلام وينتسبون للإسلام ولكنهم يستبعدون أن يبعث الناس بعد موته، أن يبعث الناس بعد موتهم، أن يبعث الناس بعد موتهم. وهذا وجد إلى عهد قريب في جزيرة العرب، فإن بعض الناس من 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 أهل البادية والأعراب كانوا لا يقرون بالبعث، تجده يصلي وتجده يصوم، لكن بعث بعد الموت لا يقر به، وهذا من جهله لا شك، من جهله. ثم قال والإيمان بالقدر، وهذا سيأتي معنا، وهذا كله مأخوذ من حديث جبريل عليه السلام، وهذه تسمى إيش؟ تسمى بأركان الإيمان، تسمى بأركان الإيمان. ثم قال رحمه الله قال ومن الإيمان بالله، هنا من هنا يعني أنها من للبيان للتفصيل. ومن الإيمان بالله، الإيمان بالله إيمان بوجوده وإيمان بربوبيته وإيمان بألوهيته وإيمان بأسمائه وصفاته، لكن الشيخ رحمه الله لن يتكلم بهذه الأقسام كلها الثلاث الأربع، وإنما سيتكلم بنوع واحد وهو الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولذلك قال ومن الإيمان، ومن الإيمان، قال ومن الإيمان الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا الإيمان الذي هو الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به رسوله، هذا هو مرتكز أهل السنة والجماعة عليه. ولذلك كان إمام أهل السنة أحمد رحمه الله يقول تلك الكلمة المشهورة العظيمة، قال لا يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، لا يتجاوز القرآن والحديث. ولذلك لما كان المعتزلة يجادلون الإمام أحمد ويخاصمونه في مسألة أن القرآن مخلوق، كان يقول لهم ائتوني بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول لكم به.
فعجز القوم، وهكذا أهل البدع هم من أبعد الناس عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الإيمان بالله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم موقوف على السماع، موقوف على النص، على الدليل، لأن الله تبارك وتعالى غيب جل جلاله، والغيب لا تدركه العقول ولا تصل إليه، فلا يمكن الوصول إليه إلا بما ينقل إلينا، والذي ينقل إلينا أو الذي جاء النقل فيه عن وصف ربنا وذكر أسمائه وصفاته هو القرآن والسنة، هو القرآن والسنة. ولذلك هذا الباب لا مجال فيه إيش؟ لا مجال فيه للاجتهاد ولا مجال فيه للرأي، وإنما هو توقيفي، توقيفي بحت، توقيفي بحت يتبع فيه القرآن والسنة، القرآن والسنة. ولذلك كل أهل السنة، علماء أهل السنة كلهم قالوا بمعنى ما قال به الإمام أحمد كما ذكرته لكم آنفا. ثم قال رحمه الله: من غير تحريف. والتحريف هو التصريف، وهو التصريف أو التغيير، وإمالة الشيء عن جهته. التحريف التغيير وإمالة الشيء عن جهته، وهو ما يفعله أهل البدع، وهو ما يفعله أهل البدع. فأهل البدع وقعوا في التحريف اللفظي، ووقعوا في التحريف التحريف للمعنى، التحريف لللفظ والتحريف للمعنى، وهو فعل اليهود والعياذ بالله، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهؤلاء ساروا على طريقتهم والعياذ بالله، كما فعل اليهود حينما قال لهم الله عز وجل: قولوا حطة، فكانوا يقولون حنطة، وهذا من التحريف إيش؟ من التحريف اللفظي، من التحريف اللفظي. وهو أيضا ما فعله الجهمية، فقالوا استوى بمعنى استولى، بمعنى استولى. وأما التحريف، تحريف المعنى، فهو كثير جدا، حينما قالوا يد الله يعني قدرة الله، وش اسمه وغيرها، وأيضا حتى استوى قالوا استولى، حرفوا المعنى، حرفوا المعنى. وأيضا كما قالوا أيضا وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما، وقعوا في التحريف من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. من جهة اللفظ قالوا وكلم الله بفتح لفظ الجلالة، وأما من جهة المعنى قالوا أنه من الكلم، بمعنى أنه جرحه بأظافر الحكمة تجريحا. ولذلك لما جاء بعض الجهمية لأبي العلاء صاحب العربية العظيم، فقال له: أريدك أن تقول وكلم الله موسى تكليما، قال: هب أني فعلت ما تريد، فماذا تقول في قوله تبارك وتعالى: وكلمه ربه فأسقط في يدي ذلك المبتدع؟ ثم قال رحمه الله: ولا تعطيل. والتعطيل هو بمعنى الإخلاء، بمعنى الإخلاء، كما قال الله عز وجل: وبئر معطلة، أي خالية، وبئر معطلة، وكقول بعضهم: جيد عاطل، يعني بمعنى أن العنق خال من العقد، ليس فيه شيء، خال منه، أي خال من الحلي. والتعطيل المراد به هنا هو تعطيل الله تبارك وتعالى مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصل مقالة التعطيل هي جاءت من عند الجهمية، من عند الجهمية، ولذلك الجهمية وقعوا في الكفر والضلال المبين والعياذ بالله، فعطلوا الله تبارك وتعالى من جميع أسمائه وصفاته، من جميع أسمائه وصفاته.
فكانوا يعني فكفرهم أهل السنة والجماعة بذلك. ولذلك قال بعض السلف عن المعطلة، قال: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. والمعطلة يقولون أهل العلم أنهم أكفروا من أهل التشبيه الذين شبهوا الله بخلقه، الذين شبهوا الله بخلقه، وذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن المعطل عابد، أن المعطل عابد للعدم، والذي يعبد العدم أعظم من الذي يعبد الصنم، أعظم منه. وأيضا الأمر الثاني أن التعطيل فيه الوقوع في تمثيلين، فهم أولا مثلوا حيث لم يفهموا من النصوص الواردة بالنصوص السنة إلا التشبيه، لأن ما الذي حملهم على التعطيل؟ قالوا: إذا قلنا أنه استوى فصار استواءه مثل استواء المخلوقين، إذا قلنا أنه يغضب إذن صار غضبه مثل غضب المخلوقين، إذا قلنا أنه يتكلم فصار كلامه مثل كلام المخلوقين. فهم أولا مثلوا، ثم بعد ذلك أنهم حينما وقع في أنفسهم هذا أنهم عطلوا، فلما عطلوا وقعوا بماذا؟ وقعوا بالتمثيل بالمعدومات، فمثلوا الله عز وجل بالعدم. وأما الأمر الثالث فهو كونه يعني أكفر من التمثيل، وأشر يعني أن المعطلة أشر من الممثلة، أنهم شبهوا الله تبارك وتعالى بالمعدومات، شبهوا الله بالمعدومات، فكانوا يقولون هو ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، حتى عطلوا الله عز وجل من جميع صفاته. فهم شبهوا أولا وعطلوا ثانيا، وشبهوا أيضا ثالثا بأن شبهوه بالمعدومات، ولذلك كانوا هم أكفر وأضلوا من المشبهة والعياذ بالله، أضلوا وأشبهوا من 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 وأضلوا من 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 المشبهة في ذلك والعياذ بالله. والتعطيل قد ذكر أهل السنة والجماعة، أو ذكر أهل العلم أنه ينقسم، أو أن 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 التعطيل يكون أو ينقسم إلى عدة أنواع: تعطيل الصانع كما يقول ابن القيم رحمه الله، تعطيل الصانع أو تعطيل المصنوع من صانعه، يعني كما قال الفلاسفة حيث زعموا ماذا؟ حيث زعموا أن هذه المخلوقات قديمة وأنها تتصرف بطبيعتها. والنوع الثاني تعطيل الصانع من كماله المقدس، وذلك بتعطيل أسمائه وصفاته. والنوع الثالث من التعطيل هو تعطيل حق الله تبارك وتعالى بمعاملة عباده له، يعني عبادتهم له، وذلك يكون بالإشراك به سبحانه وتعالى أو عبادة غيره معه سبحانه وتعالى. فهذه أنواع التعطيل، فهذه أنواع التعطيل. ثم قال الشيخ رحمه الله قال: ومن غير تكييف. والتكييف هو إثبات، المراد به إثبات كيفية هذه الصفة، إثبات كيفية هذه الصفة على كيفية معينة، كما تقول كيف الشيء أي جعل له كيفية معينة، جعل له كيفية معينة معلومة، كقولهم يد الله كذا وكذا، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. وهذا لا شك أنه مضاد للقرآن والسنة، إذ أن معرفة كيفية الصفة لا يكون إلا بأحد أمرين: الأمر الأول إما بمشاهدتها، أي بمشاهدة هذه الصفة،
فيحكم على كيفيتها، وإما أن يرى لها مثيل. أما مشاهدة هذه الصفة التي وصف الله عز وجل بها فهذا لن يكون أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى غيب جل جلاله. وأما النوع الأمر الثاني، السبيل الثاني، أن يكون له شبيه، والله تبارك وتعالى ليس له شبيه جل وعلا، والله جل وعلا ليس له شبيه، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فالله عز وجل ليس له شبيه وليس له مثيل. ثم قال من غير تكييف ولا تمثيل، أي إثبات مماثل له سبحانه وتعالى، إثبات مماثل له سبحانه وتعالى. وهذا كما قلت لكم منفي أولا لدلالة القرآن، والأمر الثاني أن العقل يستحيل ذلك، إذ كيف تشبه من كان غائبا بمن لم تره بشيء هو ليس مثيلا له، هو ليس مثيلا له. والمصنف رحمه الله هنا، وهذه ملاحظة ذكرها رحمه الله، عبر بالتمثيل ولم يعبر بالتشبيه، وهذا أخذا أولا بالقرآن كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتقيد بالقرآن. الأمر الثاني أن لفظ التشبيه هذا لفظ مشترك، لفظ مشترك، أو لفظ الشبه لفظ مشترك، فأحيانا يكون هنالك قدر مشترك بين شيئين، بين شيئين، ولكن هذا القدر المشترك إنما هو في الذهن، إنما هو في الذهن فقط. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله قد تكلم على هذه القضية كثيرا، وغيره من أهل العلم، بأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، يد يد، وهذا القدر فقط يا إخوان محله العقل، محله في الذهن فقط وليس في الخارج، وإلا الله تبارك وتعالى له يد تليق به جل جلاله، والمخلوق له يد تليق بضعفه وعجزه، بضعفه وعجزه. ثم ذكر رحمنا الله وإياه قال بل يؤمنون بأن الله ليس، بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن شاء الله نقف عند هذه الآية، وبإذن الله عز وجل غدا إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ من عندها ونتكلم عما فيها من فوائد، ونكمل بإذن الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. ثم يعني يرجع إلى لفظ التشبيه، فإن التشبيه يعني من الألفاظ كما قلت لكم من الألفاظ المشترك، ولكن قد ذكر أهل العلم أن التشبيه المذموم المنهي عنه الذي قال فيه نعيم بن حماد رحمنا الله وإياه ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. فهذه العبارة عبارة سلفية شهيرة تلقاها أهل العلم كابرا عن كابر، وكلهم أخذوا بها وأقروا بها. التشبيه المذموم ينقسم إلى قسمين، وهو تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، وذلك كتشبيه اليهود العزير بالله تبارك وتعالى، وأيضا كتشبيه النصارى بعيسى بن مريم بربنا تبارك وتعالى، وأيضا كتشبيه المشركين أصنامهم بالله عز وجل. وأما النوع الثاني وهو تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، كقولهم يد الله كأيدينا، يد الله كأيدينا، وهكذا وهكذا، يعني فيما يتعلق في هذا فيما يتعلق بلفظ ايش؟ بلفظ التشبيه. ثم قال رحمه الله بل آمنوا بأن الله سبحانه، أي أهل السنة والجماعة آمنوا بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا أيضا في أفعاله جل وعلا سبحانه وتعالى. ثم إن هذه الآية فيها رد على أهل التعطيل،
رد على أهل التعطيل، وأيضا رد على أهل التمثيل والتشبيه والتكييف، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وأيضا وهو السميع البصير هو رد، لأنه لماذا قلنا أهل التعطيل إخواني؟ لأن أهل التعطيل أولا مثلوا، أهل التعطيل مثلوا، ثم بعد ذلك إيش؟ ثم بعد ذلك عطلوا. وأيضا قوله تبارك وتعالى وهو السميع البصير أيضا فيها رد على أهل التعطيل، وذلك فيه إثبات إيش؟ إثبات السميع البصير، وأيضا فيها رد على أهل التشبيه والتمثيل، إذ أن الله تبارك وتعالى نص على صفة السمع والبصر، وهذه الصفة موجودة في خلقه، موجودة في خلقه، فالإنسان يسمع ويبصر وهو سميع وهو بصير، وهذا حتى يبين لنا ربنا تبارك وتعالى بأنه وإن اتفق الاسم مع الاسم، وهذا هو القدر المشترك، وإن اتفق الاسم مع الاسم، إلا أن الله عز وجل له سمع يليق بجلاله، وله سبحانه وتعالى بصر يليق بجلاله، لا يشابه سمع المخلوقين ولا بصر المخلوقين. وأيضا هذه الآية فيها نفي العيب، نفي العيب عن الله والنقائص، إذا قال ليس كمثله شيء، وهذا نفي العيب، ثم بعد ذلك فيها إثبات الكمال، فيها إثبات الكمال. وأيضا هذه الآية فيها ليس كمثله شيء، فشيء هنا نكرة، نكرة جاءت في سياق إيش؟ النفي، ليس نافية، وهذا يفيد العموم، فهي تعم كل شيء، ليس شيء مثله أبدا جل جلاله، لأن المماثلة إخواني، لأن مماثلة الناقص مماثلته، لأن مماثلة الله عز وجل للناقص هو نقص، كما قال ذاك الشاعر قال ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصر، فهذا لا يكون أبدا، لا يكون أبدا. إذن الكلام في باب الأسماء والصفات دائر بين النفي والإثبات، دائر بين النفي والإثبات، ولذلك كانت طريقة أهل السنة والجماعة الإثبات المفصل، الإثبات المفصل، والإثبات المفصل لله تبارك وتعالى هو مدحه جل وعلا، ذكر صفاته، ولذلك تجدون القرآن قد امتلأ بكثير من الآيات التي فيها إيش؟ الإثبات المفصل لربنا تبارك وتعالى بأنه سميع، بأنه بصير، بأنه عليم، بأنه رحيم، بأنه كريم، بأنه سبحانه وتعالى يغضب وينتقم، وأنه مستوي، وأنه في العلو مستوي على العرش، وأنه في العلو جل وعلا، وأنه عزيز، وأنه حكيم سبحانه وتعالى، وأنه له الحكم، وأنه قادر، وأن له إرادة جل وعلا، وكل هذه الصفات العظيمة كلها جاءت على سبيل التفصيل. وأما النفي فإنما جاء على سبيل الإجمال، جاء على سبيل الإجمال، كهذه الآية معنا ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد. فإذا طريقة أهل السنة والجماعة الإثبات المفصل والنفي المجمل، أما أهل البدع كالجهمية ومن سار على طريقهم فهم عندهم الإثبات المجمل وعندهم النفي المفصل، ولذلك تجدون أنهم دائما يقول ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا إلى آخره، وهذا لا شك دال على نقص عقولهم وعدم إدراكهم للحق، إذ أي مدح في النفي دائما، أي مدح، فإن النفي ليس فيه مدح، ولذلك عند أهل السنة والجماعة، وهذا لا بد أن ننتبه له، أن النفي الذي جاء في القرآن فإنه يقتضي كمال ضده، فحينما نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم فذلك لكمال عدله جل وعلا، وحينما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى السنة وذلك لكمال حياته وقيوميته جل وعلا، وحينما نفى عن نفسه جل وعلا
اللغوب، وذلك لكمال قدرته جل وعلا. وحينما نفى سبحانه وتعالى أن يكون ولد له ولد، فوذلك لكمال غناه سبحانه وتعالى عن ذلك. فإذن لا، النفي لا يوجد نفي محض، وإنما يوجد نفي يقتضي إثبات كمال ضده، إكمال يعني إثبات كمال ضده. وهذا أمر لا بد أن نتنبه له يا إخوان، وأن نعيه جيدا. ثم سنأتي الآن بإذن الله عز وجل على ما يتعلق بهذه الآية في مسألة لغوية نذكرها من باب الفائدة. قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. الكاف هنا وقع فيها يعني كلام بين أهل العلم وخلاف بين أهل العلم في هذه الكاف. طبعا الأقوال الواردة فيها أربعة أقوال. القول الأول قالوا أنها للتعليل، أن الكاف تأتي للتعليل، ولكنهم يقولون أن هذا قليل جدا، ولذلك يمثلون له بقوله تبارك وتعالى: واذكروا الله كما هداكم، أي تعليلا لذكركم، أي تعليلا لذكرهم لله أن الله هداه. والثاني أنها تأتي اسما بمعنى مثل، وهذا أيضا قليل، كما تقول: لم يزرنا كعمر، أي مثل عمر. والثالثة أنها تأتي زائدة للتوكيد، وهذا التوكيد يفيد تكرار الكلام والجمل مرتين وثلاثة. وفائدة هذا التكرار يقولون أنه للتعظيم، أنه للتعظيم، كما في هذه الآية: ليس كمثله شيء، فيكون المعنى حينما نقول أنها صلة زائدة جاءت للتوكيد، أي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وهذا كله إخواني من أجل إيش؟ من أجل إيش؟ من أجل تنزيه الله عز وجل أن له مثل، من أجل أن له مثل. وهذا القول قول قوي جدا، ويميل إليه كثير من أهل العلم. وأما القول الرابع، طبعا هذا القول الثالث الذي تقدم، أنها صلة زائدة للتوكيد. أما القول الرابع فقالوا أنها للتشبيه، أنها للتشبيه، كاف التشبيه، أي ليس مثله شيء، أي ليس مثل مثله شيء. وهذا يا إخوان يفيد ماذا؟ يفيد استحالة وجود المثل لله تبارك وتعالى، يفيد استحالة وجود المثل لله تبارك وتعالى. لأن نفي المثل حينما تنفي نفي المثل، فإن العقل يتبعه إلى إيش؟ إلى نفي المثل أصلا مطلق، نفي إيش؟ المثل مطلق. ولذلك ليس حينما يقال ليس كالله شيء، أي أنه ليس فيه إثبات أن لله مثل، ليس فيه أن لله مثل سبحانه وتعالى كما توهم البعض، بل سبحانه وتعالى لا يكون له مثل أبدا. ومعنى ذلك، وهذا يوضحه يا إخوان، أن من له هذه الصفات العظيمة والأسماء الحسنى فإنه لا يمكن أن يكون له شبيه، لا يمكن أن يكون له شبيه وله مثيل جل وعلا. فكاف التشبيه هنا إنما جاءت لتؤكد كمال التوحيد وكمال الوصف لله تبارك وتعالى بنفي الشبيه عنه. ولذلك لو قلت مثلك لا يفعل كذا، فأنت لا تريد بهذا الكلام أن لهذا له مثل، بل تريد أن تقول أن من كان على مثل حالك فإنه لا يفعل كذا. وأيضا لو قلت مثل فلان لا يكذب، فأنت لم ترد بذلك أن هذا الشخص له ما يماثله، وإنما أردت
أن تبرئة هذا الشخص من تلك النقائص على عن أن يكون له مثل صفات أن من تكون له مثل تلك الصفات وتلك الأخلاق لا يكون كذلك أبدا، وذلك لوجود التنافي بين طبيعة هذه الصفات وبين ذلك النقص، ولذلك ليس كمثله شيء. فإذا قلنا أنها كاف التشبيه أي ليس مثل مثله شيء، وذلك أن الله ليس له مثل أبدا لعظيم صفاته وجليل قدره جل وعلا. وهذه نقطة مهمة جدا يا إخوان، لا بد أن تتنبهوا لها، أن من قال أنها للتشبيه له وجهة، وهو قول قوي أيضا، ولا يفهم منه أنه وجود مثيل لله أبدا، فهم لا يريدون هذا. وإن شاء الله أرجو أن إن شاء الله أوضحت هذه المسألة بما ذكرت، وإذا كان فيه نقص أرجو أن تنبهوني عليه. نقف عند هذه الآية، وإن شاء الله نكمل باقي العقيدة المباركة، العقيدة الواسطية، إن شاء الله غدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.